إذا متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط السابع لكأس غشامة للخيل العربية الأصلية الدرجة مفتوح لناثة عمر 3 سنوات فقط. المسافة 400 متر، كرامة وجدان جيسم جدوى خفوقي لجينا ونخوة العرب. ينطلق الشوط مع الجواد رقم 1 كرامة هم قنلانا والمدرب البانديميولا، وثاني المراكز الجواد خفوقي ملك مريم بنت مشعل بن حمد الثاني وستيفا لجاجة، وتقدم للجواد رقم 6 نخوة العرب ملك محمد بن عبد الله العبد الملك والخيال جيرالد فرانشا، وتقدم من الداخل مع الجواد سلام جدة والجواد الجواد رقم 6 نخوة العرب. الآن إذا نتزل الصدارة وتابع مع الجواد رقم 1 كرامة، الآن كرامة الذي انحدر من سلالة مجد العرب هذا البحر العريق، وتقدم للجواد رقم 2 وجدان و هنا الجواد اجي اسم جد والخط المستقيم باتجاه خط النهاية. يا سلام كرامة الى الصدارة ومحاولة من الجواد خفوقي ملك مريم بتمشعل بن حمد الثاني والجواد وجدان لانا وخفوقي خفوقي من الخارج وجدان لانا ومقرنا كرامة ممقرنا ومحاولة من اجي اسم جد ولكن همقرنا لانا ومحاولة محاولة من الجواد جيسم جدة ولكن البانديميولا وامقرنا الى الصدارة والمركز الاول. إذن تتويج الفازين الخيال جيفيد بولند المبروك، والمدرب البانديميول توج الكاس من سعد الهاجري، وكاس الملك نيابة عن مقرنا سيد عبد الله الكبيسي. ألف مبروك لمقرن وللمدرب والمالك، صورة جماعية للمدرب والمالك والخيال.